اوكي باك. طبعا رجعنا هنا للمنطقة الأولى ثينجز بيتويكست، لأنه في المكان هذا المقفل ما رحنا له باقي، خلينا نروح له. اوكي حفرة. هل نضرب بأسهم؟ اسس فلاسك شارد، ممتاز. اتوقع كذا نفلل ال استس عندنا. ما في هذا قاعد بيطفشك. طبعا اعتقد ان جينا المنطقة متأخر، عشان كذا قدرنا نخلص عليهم بسرعة. طبعا في الكوفن هذا، اذا ضغط اكس بيحول الجندر حق الشخصية حقتك، اذا كان رجل يتحول لي مرأة، والعكس صحيح. المهم نرجع لين نرجع للدي ال سي. البون فايل غلط، هذا هو. في مكان لسه ما رحنا،
لا 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 ما تحيل. احنا اخذنا مفتاح بس ما استخدمناه، نستخدمه هنا. نصل دولي والله تشستات على مد البصر. طبعا نسينا نفلل الاستس، بس خلينا نشوف بونفاير. قوله كيف في بونفاير. نتفاهم على يا الله. طلع انا متساهل معه، عطيته تراي هارد. خلينا نروح طبعا اعتقد كذا في النهاية الاستوس صارت الان بلس 12 استوس. كويس اذا ما خاب ظني ان هذا اقصى شيء في اللعبة.
قد ايش ممكن الواحد ممكن يصير غثيث لدرجة انه يرمي عليك راح استخدم معك هذا. Okay. في مكان تحت. اوه اوكي شورت كات ما علينا منه. طبعا في مكان هنا اقدر هذا هو دارك جريت سورد. اوه الحافة علينا. كل المصاعد دي للسنة عشان توصل. Cave of the Dead. لا ينصح بأمراض الضغط والسكر الوصول لهذه المنطقة، لأن المكان هذا ما راح مو بس راح يرفع ضغطك، يجيب لك الأمراض كلها. خليك حذر. ايش سموم ايش كورس كل شيء
اوكي، اعتقد تخلصنا من مجموعة منهم. من هذا اضربه من تحت. طبعا انتبه لهذا الشيء لا يتعبى، لانه لو تعبى راح تموت على طول. طبعا تستنى شوية لين تخف وتروح. اوكي كويس، برايت باك. طب ما عندك تكسر اتوقع. طبعا احذر 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 من المكان هذا. هذا شايف التمثال هذا، يعبي لك الشيء ذا، فانت على طول خذ الايتم وامشي ولا راح تموت. الآن أصحاب المرضى، أمراض القلب والسكري والضغط، أنصحكم بتأجيل البوس هذا، لأنه
شيء مو طبيعي. المهم خلينا نروح. خلينا نقلب هيومانيتي. استخدم برايت بوغ ولا لا؟ راح مش بطالة ان استخدم برايت بوغ. خلينا نستخدم لان بصراحة المنطقة دي غثيثة. ما ابغى ارجع لها مرة ثانية. خليني اسوي هذا هو البرايت بوغ. نقول بسم الله. مفاجأة ثلاثة. وهافل معاهم كمان. ايش احسن من كذا؟ ومش بس كذا، واحد يرمي عليك اسهم. طبعا نخلص على هذا بسرعة. وانتبه يجيك باكستاب. باكستاب ونشط على طول. خلينا نقتل هذا بسرعة لأنه دمه. خلينا نقتل هذا بسرعة. ضربة واحدة. حلو. تقريبا مجرد ما تتخلص من هذا تقريبا 50% من صعوبة البوس فايت راحت. ان الكلب هذا اللي قبل شوي قتلناه يقعد يرمي عليك اسهم من بعيد يطفشك. طبعا في حركة حلوة شفتها في اليوتيوب تيجي من هنا. ما يدري يسوي لك شيء. هذه افضل طريقة صراحة. طيحني ابن الذين. اوه ما شاء الله هي طيب يا هافل. اوكي خلي اجيبه هنا احسن. ليش خايف؟ تعال. السلاح بينكسر. خلينا نجيب هذا.
طبعا زي ما قلت استراتيجية انك تسحبهم هنا في المنطقة هذه بتشيز لهم افضل شيء. شيء ثاني ما اعتقد. طيب من فين الطريق؟ توقع من هنا. أعتقد أن هذا هو الدي ال سي الأول. خلصنا. لا عفوا 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 صح صح صح, صح. باقي زعيم واحد صح معلش. عموما خلينا نرجع. باقي زعيم واحد ونخلص من الدي ال سي هذا. طبعا راح ننهي الفيديو هنا ونكمل ان شاء الله فيديو اخر.